حبايبي صباح الخير، انا هنا في باسل بلازا شوبينج سنتر، باسل منطقه في نيو ساوث ويلز في سيدني، هنا يعتبر كلها عرب. تعال نخش الشوبينج سنتر ونشوف فيه جوه. انا كده كده جاي على الجيم اصلا. نشوف بقى. لازم تشتغل بقى، بتلم الترول من الشوارع، بتقعد تلم الترول من الشوارع بقى، اللي بيعمل شوبينج سنتر بياخد الترول اللي بيطلع بيه بره، هدول بيلموه يرجعوا تاني الشوبينج سنتر. شغل حلو وفي فلوس، ده برضه بيزنس كويس يعني. محلات الخضرة، محلات الفاكهة، المكان كلها طبعا عربي يعني. ماشي بسرعة عشان الفيديو ما يطولش. بس ده برضه سوبر ماركت اسمه والدي، ألماني، كل الحاجات اللي فيها ألماني، من ألمانيا يعني، ألمانيا. أيوه، وهنا الجيم بقى، هنا تون فينس، والإتش دي دوت بتاع السبلمنت اللي بيبيع السبلمنت، وهنا زي ما انتم شايفين كده، في دور تاني للشوبينج سنتر. هنا الجيم ولا ايه؟ سوري،